بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وحا أنيقو كهاد ليا مقع الحياة إسلامي فاونديشن إيوها يدها كلاينا لسعودة مركز السنة الخيري. وحا أنبرتن كسو دوينينا وفتي نوغييمي دولة إماراتك جمعيادة أما أرورك خيرك دار البر أو هقامين أيو مدحي قيبت مشاريع الشيخ عمران أيو عبد الكريم جعفر أيو وفتك كلا الله سعضاء أعضادك كلا حبناها كلا آديات بان أسود وينينا أرورك دار البر ومانت أويمي سياي أوين دا إنديان أبارها iyo dibaatada dalka ee ka jirta aad baan u soo dhaweynayna wixii musaacado iyo taakuleyn ay wadaana waan ka gudoomayna waxay ku yimaadeen codsigii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo golihiisa wasiirada iyagoo ay iskaashanayaan hay'adaha islaamiga khayriga jamciyadan maanta halkan ku soo dhaweynayna waxaa laga yaabaa madaxdeedu waa maalintii ugu horeysay ee ay wadanka yimaadeen laakiin mashaariicda dalka ay ka fuliyeen ee wax tarka ah waa ognahay dawladduna waa ogtahay 400 oo masjid wax ka badan ayay dalkan ka fuliyeen ilaa ma ceelal ka badan 600 oo ceel iyo mashaariic aad u tiro badan oo iskuul leh oo waxtar kale leh ayay wadankan ku fuliyeen oo agoon leh oo ay macallimiinta garab istaagaan waxa weeyaan jamciyad ama waa urur wadankeena in badan 12 sannadood ka shaqaynayay aad baan ugu faraxsannahay maanta inay halkan yimaadaan dhulalka abaarta ay ka dhacdayna waan geynaynaa waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay oon isna u mahadcelinaya macaali wasiir شيخ خليل أحمد أو إن لا تشوجا أو يسقو حبنا كا جديد أبارها تان يوم مالين كي أبارها سي أي بلاب مننا إنتي أنا أركي يي هاجن وجوشرة هدي هبين سيدي دد كنا وحق عرسين لها يسقي جديد كلا الله شقينا يسا آدي أدو مهتسين يهاي دبعت دا أي مريان جديد أبارها نوانو مهد علنا مامولكا iyo xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland hadaanu nahay hay'adaha islaamiga waanu u mahadcelineyna imikana waxaan ku soo dhaweynayaa sheekh cimraan oo hoggaaminaya waftiga jamciyadda daaru bir oo kelmad kooban ina oran doona bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah wassalaatu wassalaam ala rasuulillaah bidaayatan ashkur xukuumad ardh Soomaal ala xusn istiqbaalum lana wa tarhiibum lana wa waqufuhum macna وتذليلهم للصعاب في أداء مهمتنا هذه المهمة التي جاءت استجابة لنداء عاجل للتوجه والتسيير القوافل الإغاثية إلى المناطق المنكوبة ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لأداء هذه المهمة في الحقيقة احنا عددنا سلل غذائية من المواد الأساسية لإغاثة المنكوبين والمتضررين وفي الدفعة الأولى تقريبا يعني رصدنا لهذه الأماكن نحو 3 ملايين درهم إماراتي وأسأل الله عز وجل أن ييسر لنا في الحملات القادمة أن نكثف الجهود في هذا المجال وفي الحقيقة أشكر جميع الأخوة المتعاونين معنا والذين سهلوا لنا هذه المهمة وعلى رأسهم معالي الوزير الشيخ خليل أحمد ومن معه من رفقائه وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا في أداء هذه المهمة وشكرا لكم جميعا أخواني وأحبائي في الله إلهي سبحانه وتعالى وما هلا كلان كان قيمها بظن وكل مية وحين مرلباتكم ما هلنا قينا وفتيان قيمها بدن نوغي يميد دولت الإمارات العربية دولة الإمارات العربية المتحدة مثلا يا أما
كسر إذا قارهان جمعية قيمها بدن دار البر وحكلا يدنا ما حد نقبل على نمشيدين إنا ولا لها هيئات كخيرية يجون هلكن كسر قيب قلاي وفتي كسر وين إياه وسيجارة وسنتن أعماش هيئات كهيئات كهيئات استقبلته وحيدنا رمتي ما حد نقبل على نمشيدين إنا وزير كان قيمها بدن خليل وآه وزير روحية وخير بدن وجهدي بدن ونسلاه هي واحد بدن ويدين سورة قال نقضي هدانو إله سبحانه وتعالى سجل صبوا قد قال هاي ما سورة قال نقضين ولا ليال ولا جسوا شيء كي ولا الكن عبد الحكيم وأبارها نجوا ياها نشراء يو حمان تلقيبي وحنفير يا حكت يدو إن غما فضوضاء وين ودقنا هاي أما كمان موجنين مدون بان كدر إلى هاي أريمهن أبارها يو حيابها كاني وأمر إله سبحانه وتعالى فساها تو حسببوا أما عاسدة إن أي بن آدم هو وحي هذا أي قعمه هذا كوك سبدان أي كل يبا أن سلي هاي تاسا سببوا إن جنا والله إن قوم امتحان يا يو كوارد بعطي سنة ولا قوم امتحان يا كوي إن واحد است قعنته ذي الله سبحانه وتعالى وحقلينا ولا قوم امتحان يا ولا قوي جيا إن إنه أرين تا ونص صبرنا إلهنا سبحانه وتعالى ونقرنا استننا حريصنا أي كتر جميسة هوش سنة يوم بعد بس عطايا أي مرخاتك هاي وحالين إن شاء الله تعالى عدة إلهي وحقق قراء أنه باقاسين وضيطونا إلهي سبحانه وتعالى ديق دي سي ميدو البكب الله رديد بان نسوء إنا إلهي سبحانه وتعالى إنه نونا حريستو قرقات كسيني لسوء قادو وحان شعيلا هاي وحبادانو هاريميترو ولاليقو هريو مهد يماموس بالي بعد ميي ولالكين وزير خليل أي شرف يقام مضينا كسود وين مكرفون حقي سانو تشيديو عادي يد بالمحسنتين وجزاكم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ولا ليال waxaa ilaahay ugu mahadnaqayna inaynu maanta halkan airportka Igaal International Airport in ku soo dhaweeyayno madaxdi jamcada albir alkhayriya oo runtii hawlo badan dalka ka hayay oo si laga soo sheekeyay wax qabad muuqda oo dhinaca waxbarashada dhinaca cibaadada oo masaajidada ay dhiseen dhinaca eelashay biyaha eelasha dhaadheer kuwa gaagaabanba dhinaca caafimaadka dhinaca maxan ku raadayay qoodinta dadka muxuu hay baahan oo badan dadkeena maanta in reermiga ah ee abaarta ku dhufatay horena waxay u soo diray imkana u socda inay abaarta dheeratay riiq dheeratay inay indhaandhayaan waxna la qabtaan indhaandhayaan uma socdaan bal gacanta waxay ku sidan wixii ay karkareeyeen ee bilowga ahaa insha Allah waayo dadka ay arkaan dad deew u baahan oo la kaxba tari waayaan macnaheedu waxa weeyaan dadku way deey hungoobayaan laakiin hungoodina way ka biinayaan insha Allah intay taagta ah haday biyo tahay iyo haday cunto tahay oo qaybinayaan insha Allah waan uga mahadcelinayna waxaan u mahadnaqaya saxaafada runtii een xilliga runtii soo kalaaday ee nala timi ee naga caawisay inay maarta maxanta iska garab taagan oo dadkooda baahan runtii ayuu aad iyo aad awoodada u geliyaa si loo gaarsiin lahaa ama loo qaadi lahaa sawirka runtii dhabta ah ee xaqiiqda jirta oo ah baahida taala ee runtii aan la koobi kareynin Ilaahay baa subhaanahu aan weydiisanayna inuu Ilaahay naga dulqaado abaartaas iyo dhibaatooyin haysata raxmaadkiisa inoo furo dadkana waxaan ku boorinayaa inay is caawiyaan oo walgoodba si taageer jiray si taageeraan hawshii wali farxad kama qodna waa xilli gorgorada loo dhin jiray xooluhu ay riiqan jireen dadkuna ay maarta gaajo u liyaan jireen Ilaahay waxaan wadiisanayna Ilaahay nagu soo asturo in dowrka in saxaafadda dowr la ilaaw karo maaha waxaan si rajaynayna in halkaasii wadaana si lama laaban wana mahadsantiin wa salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh salaamu alaykum